حديث عن جرذ يدخل إلى قسم الخدج في مستشفى الصويرة في واسط ويقضم جزءا من قدم طفلة حديثة الولادة وأجزاء من وجهها للأسف بعد ولادتها بساعات، الأمر الذي أدى إلى وفاتها على الفور. إلى ذلك قرر مجموعة من المحامين في واسط تبني قضية الطفلة التي توفيت بسبب الإهمال الطبي بمستشفى الصويرة ودفاع عن حقوق ذويها. تعالوا نشاهد. هذه التي تظهر أمامكم هي صور للطفلة وواضحة على مواقع متفرقة من جسدها علامات الهجوم من الجرذ، وهنا أمر داخلي من محامين استعدوا للدفاع عن قضية هذه الطفلة ومحاولة مقاضاة الصحة على تقصيرها.